سعد المجرد يؤازر الفنان حاتم عمور بعد إصابتها بالسرطان، والدكتور التازي يدخل على الخط. لكن قبل البداية لا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس للتوصل بجديد فيديوهاتنا. حرص الفنان المغربي سعد المجرد على تقديم الدعم والمساندة للفنان المغربي المطرب حاتم عمور بعد إعلان زوجته هند التازي إصابتها بمرض السرطان. ونشر المجرد عبر حسابه بموقع انستغرام صورة لحاتم عمور مع زوجته وظهرت فيها وهي حليقة الرأس، وعلق عليها: أختي هند، أعرف قوتك جيدا، فبإذن الخالق وبعزيمتك وثقتك بالله ستعافين إن شاء الله. وكانت زوجة الفنان المغربي حاتم عمور هند التازي أعلنت يوم الاثنين إصابتها بمرض السرطان الذي عانت منه منذ فترة طويلة، وكتبت باللغة الفرنسية: لدي سرطان، وماذا بعد الحمد لله، أحافظ على المزاج والطاقة الإيجابية والابتسامة، شكرا لزوجي ولعائلتي ولأصدقائي لوقوفهم بجانبي، أحبكم. في نفس السياق تدخل الدكتور التازي على الخط، حيث وعد بأنه مستعد لمعالجة زوجة حاتم عمور، حيث قال في تصريحاته أن حاتم عمور وجهه بشوش وصديق عزيز عليه، وأنه مستعد للوقوف بجانبه في السراء والضراء. كما أكد بأن لديه أخصائيين في المستشفى من الطراز العالي يستطيعون أن يمدوا يد العون لزوجة الأخيرة. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.